إخراجا جميلا هذه الليلة كعادته. معنا أيضا هذا الذي أطربكم بأجمل الغناء، معنا أيمن ليغا، تبارك الله على أخويا ما شاء الله. ومعنا في تأمين المكالمات الهاتفية أنس الهمامي. مستمعينا الكرام، الليلة نحتفي بأدب الطفل في المدرسة القيروانية عبر جيلين في العصر الحديث. جيل أول يمثله المرحوم ناجي الجوادي، المرحوم علي السبوعي، المرحوم حمود الشريف كريم، والدكتور محمد الغزي أطال الله عمره، وهو الفائز بجائزة السلطان قابوس عام 2015 في أدبي الأطفال. جيل جديد أيضا هو الجيل الثاني في العصر الحديث، يمكن أن نعده، كل من حمدان الجبيلي، عفاف أم زين النابلي، ومروى غيث، وحسين الجبيلي، وزهر الرمضاني، ونور الدين العبيدي. والقائمة تطول، لا شك أن هناك كتابا آخرين قد نتطرق إليهم حينما نظفر بإنتاجهم لاحقا. الآن نترحم أولا على فقيد المدرسة التونسية القيروانية الأديب الباحث حمود الشريف كريم. حمود الشريف كريم الحاصل على جائزة، عفوا الحاصل، هو حاصل على جوائز لا محالة، ولكن ما يعنينا هو نيله الأستاذية في اللغة العربية وأدابها من جامعة لبنان. واشتغل حمود الشريف كريم بالتدريس سنوات، واشتغل بالإدارة أيضا، أذكر أنه كان مديرا في معهد حفوز وعديد المعاهد الأخرى، وأنهى مساره المهني أستاذا للغة العربية وأدابها في معهد إبن رشيق بالقيروان. مؤلفاته غزيرة، أنتم بالنسبة للذين يشاهدوننا على صفحة فيسبوك، مؤلفات غزيرة لحمود الشريف كريم. سنور الدين، أنت تعرف سي حمود؟ نعم، جارك في طريق حفوز. هو جاري في طريق حفوز، نعم. هو إلى جانب أنه أديب، أنه محب لهذه الأرض الطيبة، نعم، محب لتربة القيروان، محب للمطر فيها، حيث أن يوم وفاته كانت تودعه الأمطار، كان يوما ممطرا. وقد كتبت فيه قصيدا باللغة الفرنسية لا أستحضره، قلت فيها أنه رحل في يوم ممطر وقد احتفت به أرض القيروان ومطر القيروان. رحم الله صديقنا الأديب الأستاذ حمودة الشريف أكريم، له مؤلفات للأطفال صدرت وانتشرت وراجت، له الأرض الجائعة، حي بن يقظان، جمجمة فارغة، ومدينة النحاس، إلى جانب له بحوث منشورة أخرى، له رواية فيما أذكر نشرها يعني آخر حياته، وله دراسة حول بالطيب المتنبي. يعني حمود الشريف كريم هو أستاذ البكالوريا، بكالوريا الأداب في معهد إبن رشيق، هذه آخر، وكان قد تزامن في تدريس البكالوريا مع صديقنا الأستاذ نعمان الجريبي، يعني وهو من كبارنا في العلم والمعرفة والتربية. نترحم على صديقنا المرحوم حمود الشريف كريم. سي حمدان الجبيلي، تعرف سي حمود؟ أكيد، سي حمود الشريف هو أستاذنا، وهو رجل ينعكس سلوكه وطبعه على ما يكتب من أدب. أحببت ذلك الرجل وأنا في بداية تجربتي التدريسية، حيث حصلت معه طرفة، نعم، خرجت من القسم متضايقا وكنت أسأم مهنة التدريس، فوجدته وجلست معا في قهوة المدينة، في قهوة عمر، وراح يحدثني ويقول لي أنا في هذه السن وتحصل لي صعوبات، فهون عليك يا بني، وما زال الطريق طويلا. واستأنست بتجربته وشددت الرحالة لأمضي في هذا الدرب الطويل. كما نعلم سي حمود الشريف خلف أبناء وجلهم من جامعيين خريجي الجامعة التونسية، ونعم، وكلما ذكر سي حمود إلا وشكر وترحم عليه. شخصية مرحة، شخصية طريفة، شخصية مملوءة بالتجربة
ونلمس هذا حقيقة في مؤلفاته، سواء في جمجمة فارغة أو في مدينة النحاس. نعم. كان فعلا هو ابن هذه التربة وهذا الملح كما ذكر سينور الدين، وكان يكتب من أعماق الواقع الاجتماعي، ويكتب بتأثر كبير بلغة شعرية سحرية، وبخبرة الرجل الذي لامس الفئات الاجتماعية تقريبا جلها من تلاميذ وطلبة وفلاحين وعمل وكادحين إلى آخره. فهو حقيقة رجل يستحق التكريم ويستحق الذكر، وله كتابات في الأدب وخاصة في أدب الطفل جيدة ومفيدة. على أي حال يمكننا أن نتابع منشورات المرحوم حمود الشريف كريم، وما دمت سي حمدان موصولا بنسله ننسق في هذا الباب حتى يتظل، حتى تبقى مؤلفاته متداولة بين أيدي الأطفال في مدارسنا، وما أشد حاجتنا لمثل هذا. والمدرسة القيروانية في أدب الطفل مدرسة رائدة، ومدرسة تستكمل مسارها عبركم، عبر ما أسميته أنا الجيل الثاني في العصر الحديث، كما قلت بعد المرحوم ناجي الجوادي والمرحوم علي السبوعي والمرحوم حمود الشريف كريم والدكتور محمد الغزي الذي عدوا من الجيل الأول، لأنه نشر في البدايات، يعني نشر تقريبا بالتوازي مع حمود الشريف كريم وعلي السبوعي، لأنه هو خرج الدكتور محمد الغزي من عالم أدب الأطفال إلى عالم الشعر طبعا والبحوث الأكاديمية. نترحم على روح فقيد الأدب أدب الأطفال المرحوم حمود الشريف كريم. أستاذ عفاف، أنت لم تعرفي سي حمود الشريف كريم، لم يسعدك الحظ، إذن أدعوك إلى اقتناء مؤلفات المرحوم حمود الشريف كريم والاطلاع عليها طبعا. هذا واجب الأدباء نحو بعضهم، ومعا قلنا نحاول أن نبرز هذه الأعمال أستاذ عفاف. وأنت سأعود إليك فيما بعد في فقرة خاصة بك. مستمعين الكرام، هذه أجواءنا، أجواء الوفاء والعرفان والتذكر والتذكار. رحمة الله على سي حمود الشريف كريم، وإن شاء الله ننتفع بأعماله لا سيما الأدبية الموجهة إلى الأطفال. أيمن ليجا وفاصل غنائي طربي.